بالضيف حاني لا حليب لا شيء، هاي بنات على الخروف يعني ماكو عيشة. الله أكبر، المن نستكي حسب تحشين تبيعين بنتك؟ هي دي عنها عشتها وماكو عيشة وتبلين للنشر يعني؟ أيوة حق موسى بن جعفر وحق كل حرب بالقرآن وتبيعين بنتك؟ هي دي عنها وين متوجهني يعني ماكو عيشة لا غذائية لا مبردات لا فراش، وين متوجهني يعني تبيعيني على شنو؟ نبيعها ماكو عيشة وين وإيجار؟ أي إيجار ماكو يعني مين نجد الإيجارات بالبيوت؟ وين نجد بالشوارع؟ عم هذا ضيم هنا، عم هاي طرقاعة هنا، عمي فلك اسود، عندنا عوائل صار لنا 7 سنوات نعرفها، ما عندنا لا اعلام ولا عندنا شيء، عندنا الله وموبايل، شلون بالله الحل هاي العالم شلون؟ يا الها هاي العالم. عم نخاطبكم باسم الضمير وباسم الانسانيه، تعالوا اشوفكم، حاسبوني قانونا وشرعا، قانونا وشرعا، اذا ما اوديكم الى عوائل والله وبالله وتالله عوائل النجف الأموات أرحم من عندهم، أنا أتحاسب أمام الله قبل ما أتحاسب قدامكم وأنا في خدمتكم.